أهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. تكرار حالة التطاول على الأنبار ونساء الأنبار دون أن تحرك القوات الحكومية ساكنا مؤشر على غياب القانون وغياب الدولة، حيث هاجمت قوة ميليشياوية بزعامة المدعو علي سميسم الذهباوي وبمساندة من لواء علي الأكبر من ميليشيا الحشد منطقة ضابطية ناحية الخيرات شرق الأنبار. هذا الشيخ الذي سوف نشاهده بعد قليل يتهم أحد الأشخاص من محافظة الأنبار بقتل أحد ذويه، وجاء من مدينة العمارة إلى الأنبار طالبا للثار، وقال الناشطون إنه بعد ذلك تدخل آمر لواء 22 الفرقة السادسة وهو العقيد الركن سليمان الفهداوي مع عمليات بغداد، واعتقل القوة المهاجمة برفقة شيخهم علي سميسم الذهباوي، واقتادتهم بعد ذلك إلى مقر اللواء، وبعدها توسطت ميليشيا علي الأكبر لهم وإخراجهم. خلال وقوف القوة الميليشياوية في إحدى السيطرات تم التجاوز على أهل الأنبار وتهديد شامل لأهل المحافظة. قال هذا الشيخ كما يدعي بأنه شيخ، قال: ندخل الأنبار ونسحل كما في العامية العراقية ونسحل الزلم والنسوان، أي الرجال والنساء. كذلك اتهم هذا الشيخ الأنبار بأنهم دواعش. دعونا نتابع هذا المقطع. طبعا يعني هذا يحدث في ظل غياب الدولة وغياب القانون. طبعا هذه حالات قليلة والبعض، وهناك من أطلق من الشباب والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي قبل فترة حملة للتضامن مع المحافظات الغربية، كان الهاشتاج في وقتها الغربية أهلنا، وذلك للتعبير عن الوحدة من قبل ناشط تشرين. نقرأ من التعليقات حول هذا الموضوع ما جاء على موقع فيسبوك. الحديدي عامر عبود قال: المفروض هسه يطالبون شيوخ العشائر بجلسة فورية ويتخذون إجراءات ضد هذا الشخص، لأن إهانة لأهل الأنبار وتجاوزه على نساء الأنبار. محمد عبد قال: يعني يريدون يرجعون الطائفية. سلمان التميمي قال: إذا كانوا هؤلاء الأشخاص لهم نية إرجاع الطائفية فتبا لهم من أينما كانوا، ونحن مع إخواننا أهل الأنبار. احذروا لبعض الشيوخ والأكثرية الذين اجتمع بهم وزير الخارجية الإيراني. علي العراقي قال: هو أصلا عمل اللي قام بإرهابي ومساندة الميليشيات له دليل على إرهابه. انفلات السلاح وعدم سيطرة الحكومة عليه في أغلب محافظات العراق خاصة في المحافظات الجنوبية، واستمرار مسلسل النزاعات العشائرية وبمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية وسط الأحياء السكنية. طبعا مقاطع كثيرة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. مقطع يوثق لحظة اندلاع نزاع عشائري في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد بالأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية. دعونا نتابع هذا المقطع من العاصمة بغداد. أخوي أبو القادفة، أخوي بعد واحد Thank you.
هذا محسن ديبان. لا يا ربك. يلا حمودي سكتوا سكتوا ومشينا سكتوا. في نفس السياق حدثت إصابة في صفوف المدنيين واحتراق عدد من المنازل والعجلات نتيجة استمرار النزاع العشائري في منطقة المعامل شرقي بغداد. دعونا نتابع هذا المقطع. ونبقى مع النزاعات العشائرية، وفي منطقة التميمية بمحافظة البصرة نزاع عشائري آخر يعكر صفو ليالي شهر محرم الحرم، فلنتابع. رحيم توكلنا عليك يا الله. الله يا الله يا الله. هذا غياب الدولة وغياب القانون ينتج عن هذه النزاعات. من التعليقات حول النزاعات العشائرية في العراق نقرأ بعضا منها على موقع فيسبوك. جاسم قال: إذا لم تردعهم الحكومة بأقوى الأسلحة والعقوبات مات العراق نحو الهاوية، والسبب الأحزاب والعشائر، والسبب الأول ضعف الحكومة وتطبيق القانون. عبد الرحمن قال: هايلو بالموصل، كان التحالف الدولي قصف المدنيين وفضها بس بغير مكان عادي، والأحلى الناس تحمل السلاح علنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. همام الجنابي قال: هذا العتاد وين كان؟ معقولة كل السلاح مرخص؟ خل تعترف الدولة بفشلها في ضبط السلاح. روان علقت وقالت: هذا أكبر دليل على ضعف السلطة القانون بالعراق، وإلا لو أكو حكومة ودولة صدق تجي تكرف الطرفين وتذبهم بالسجن وينسجون بدون أي حل بالفصليات والدية، تقصد الفصل والدية وغيرها. الواقع الصحي في العراق في ظل حكومات ما بعد 2003: مستشفيات خالية من الكوادر ومرضى يصارعون من أجل العيش، وبعضهم يموت بسبب نقص الكوادر الصحية في المستشفيات الحكومية، حيث انتشر مقطع على منصات التواصل الاجتماعي يوثق اللحظات الأخيرة من حياة أحد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الأمل بمحافظة النجف بسبب عدم وجود كوادر طبية داخل المستشفى. دعونا نتابع هذا المقطع المؤلم. هذا المريض أكسجين 20 ولا دكتور يمنا، ولا دكتور من الساعة 4 العصر لحد الآن، واحدة مستشفى الأمل. هاي احنا جايين نعالج بيه. هاي الأكسجين مال 17 14. وين دكتور رضوان؟ هاي 10 صار، راح يموت ولا واحد يمه. ولا دكتور من الساعة 4 لحد الآن، هاي 8 صار الأكسجين مالته. أنا خابرت لأحد الأخوة يتصل بدكتور رضوان هسه. صار ساعة كل ساعة ظلوا نادينا على الدكتور، وين الدكتور؟ حتى لو بمكة كان وصل. صفر. وانا دكتور رضوان. ولا واحد. وهاي عمي من موجود هنا؟ رحم الله والديكم اخوان. غاتي من موجود هنا؟ نبقى في محافظة النجف، وبحسب ما تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع في قسم الإنعاش بمستشفى الصدر في النجف يخلو كذلك من الكوادر الصحية، فلنتابع.
عاش مستشفى الصدر من الليل لحد الان ماكو اي دكتور، مجرد اكو ممرض يجي الولد يباوع هاي احنا عايش ويانا، هذا من الليل لحد الان حرب حرب والله، بس احنا نسوي له تمارين، اي دكتور ما موجود وبس ممرض يركض منه ويروح كل شيء ما يسوي الولد، شو يسوي ممرض هو، هاي قسم الانعاش يعني المفروض الاخبار هناك كل الدكاتره موجودين مال النجف. ومن تعليقات حول تدهور الواقع الصحي في العراق نقرأ بعضا منها على موقع فيسبوك. زينب علقت وقالت فعلا هذا واقع مستشفياتنا، لهذا نقول اقعدوا بالبيوت لا تفترون ماكو أحد يعالجكم. أحمد قال من أمن العقاب أساء الأدب، رقابة ماكو، عقوبة للمتخاذل ماكو، أكيد تصير هيج حالات دولة بلا قانون وتسير بحفظ الرحمن. باسم المالكي قال هذا الفساد الإداري والمالي وسبب فاسدين تسيدوا على العراق وأصبح كل حزب هو حكومة ورئيس الحزب هو رئيس الوزراء، العراق الآن فيه أكثر من رئيس وزراء في وقت واحد. خلود علقت وقالت أرخص شيء الإنسان بالعراق الروح، ليست لها قيمة مع الأسف. في ظل غياب هيبة الدولة والقانون نشاهد بشكل مستمر مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي لاعتداءات على الكوادر الطبية في حالة مستنكرة ومرفوضة. المقطع التالي الذي سوف نشاهده والذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي هو لاعتداء على مدير مستشفى الشهيد حسن الحاتمي الدكتور طارق الشيباني، تمت وأصيب كذلك بجروح بليغة بعد اعتداء ذوي أحد المتوفين بفيروس كورونا عليه في المستشفى. دعونا نتابع هذا المقطع. خرم عرض ذاك لا فرسي النزاف راح الله على الله قال سجل نبقى مع المقاطع التي توثق الاعتداءات على الكوادر الطبية. في المقطع التالي اعتداء على طبيب أشعة داخل عيادته وفي محافظة النجف أيضا، فنتابع. هذا رحيم الأصلع؟ ما الذي يحدث في العراق؟ يعني مجموعة كبيرة تقوم بضرب أحد الأطباء، يعني شيء مستنكر، ومع الأسف نعود ونقول بأنه بسبب غياب القانون وغياب الدولة. أما أبرز التعليقات حول الاعتداءات على الكوادر الطبية في العراق نقرأ. علاء الحسناوي قال زين هاي الحادثة داخل المستشفى، قوة حماية المستشفى من الشرطة وين؟ المفروض يحاسب هؤلاء للتقصير بواجبهم في حماية المستشفى وكوادرها.
سجى علقت بالله لو اكو قانون بيه خير كان تجرأوا ذولا السفهاء وامثالهم هيك يسوون لابسين اسود فوقها كلش مبين الاخلاق الحسينيه كما تقول. محمود العراب علق وقال المفروض كل الدكاتره والاطباء ومساعديهم وصولا الى الممرض ينسحب من كل المستشفيات ويسوون اضراب عام لحين القاء القبض على كل من ظهر بالفيديو. غازي علق بغض النظر عن الأسباب هذا التصرف العرعن عبارة عن تصرف همجي وغاية في الخطورة نحو انحدار السلوك المجتمعي للهاوية بكل معانيها. يجب معاقبة هؤلاء الهمج بأقصى عقوبات مهما كان مكانتهم ومن يقف خلفهم. والآن إلى أنت ترى. وصلنا عبر خدمة أنت ترى مقطع مصور من محافظة كربلاء يوثق هتافات مناهضة من قبل زوار كربلاء للأحزاب الحاكمة وميليشياتها خلال مراسم زيارة عاشوراء. دعونا نتابع هذا المقطع الذي وصلنا عبر خدمة أنت ترى. مجلس النواب كل الأحزاب حزب الفضيلة باطل. حزب الدعوة باطل. حزب الدعوة باطل. دولة قانون باطل. دولة قانون باطل. كتلة بادر باطل. كتلة بادر باطل. كتلة أحرار كتلة أحرار باطل. كتلة أحرار باطل. كتلة بادر باطل. كتلة بادر باطل. تيار الحكمة باطل. اهلا بكم من جديد. بدا انتشار مقطع مصور على في اواخر شهر تموز يوليو بالتزامن مع اعلان اديس ابابا في 21 من الشهر ذاته انجاز المرحله الاولى من ملء خزان سد النهضه، ويتوقع ان يصبح السد اكبر منشاه لتوليد الطاقه الكهربائيه من المياه في افريقيا. ترى اثيوبيا بان السد ضروري لتحقيق التنميه الاقتصاديه، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها لأنها تستمد 90% من حاجاتها من مياه الري والشرب من نهر النيل. منذ العام 2011 تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، مصر والسودان وأثيوبيا، لكنها فشلت في ذلك رغم مرور هذه السنوات. انتشر الفيديو على نطاق واسع على صفحات مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي لا سيما في مصر حاصدا آلاف المشاركات والتعليقات. قالوا بأن المقطع هو لفيضان قرى أثيوبية في أثيوبيا، لكن لا علاقة له بأثيوبيا ولا علاقة له بملء سد النهضة. المقطع هو أصلا من اليمن. دعونا نشاهد هذا المقطع.
التحريض سلاح الطرف الثالث، هاشتاغ أطلقه ناشطون بعد التحريض المستمر على قتل المتظاهرين والناشطين من قبل الأحزاب وميليشياتها والجيوش الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض شاشات التلفاز التابعة للأحزاب. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات تحت هذا الهاشتاغ. رفاه قالت أسلحة الأحزاب لا تقتصر على المعدات، إنما أخطر أسلحتهم هو التحريض، لا يكلفهم سوى مجموعات وهمية تعمل بنظام معين على مواقع التواصل ومنصات لها أهميتها بهدف تحشيد الحقد والغضب وزرع رغبة القتل تجاه الثورة السلمية. عبد الله قال الطرف الثالث يمتلك السلاح والعدة، الطرف الثالث هو الذي كان يحمي حكومة القناصين، الطرف الثالث حزب الله والفضيلة والعصائب وبدر إلى آخره، الطرف الثالث سليماني والمهندس، التحريض سلاح الطرف الثالث. علي ثاني قال هذا الوسم التحريض سلاح الطرف الثالث، وفاء لدم أمجد الدهمات، فاهم الطائي، ثائر الطيب، كرار عادل، عبد القدوس، صفاء غالي، أحمد عبد الصمد، رهاب يعقوب، تحسين أسامة، هشام الهاشمي وغيرهم من كوكبة شهداء الاغتيالات المنظمة ومرتكبيها بحق ناشطي تشرين، سنعريهم كما قال. مهند قال الطرف الثالث ما يقتصر بس على الميليشيات والعصابات، رشيد فليح قائد الشرطة محافظة البصرة من الأوائل الذين سنوا سنة التحريض واتهام المتظاهرين بالعمالة للإمارات وإسرائيل، فضلا عن إسهامه في تسهيل مهمة فرقة الاغتيالات للقضاء على عدد من ناشطي البصرة، التحريض سلاح الطرف الثالث. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاغ. الضحايا يدفنون في مقابر المعتقلين والمرضى قد يتعرضون للتعذيب، كيف يدير نظام الأسد أزمة فيروس كورونا؟ دعونا نتابع تقريرا لموقع على العربي يتحدث حول هذا الموضوع.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.